الوقت اللي حيت لي كره صافي يلا غادي بها هو الوقت اللي رجلي صافي لا فوت بغيت نهضر مع الاربيط هو يقول لي الاربيط قال لي ما فيها والو خدم ليبيا تا تسدوا البيبان بان لك الكدافي اوتوماتيكمون مشيت صافي صافي مشيت مشينا لليبيا تقريبا لقيت لقينا الناس استقبلونا تما شو الترسانة مشيت يعني. الترسانة طريابلس درنا تيست ممكن ترينيت معهم تقريبا شي 4 حصص جا عندي المدرب صراحه جا عندي المدرب هضر معايا هضر باش ما يحرش الدراري اللي معايا قال لي اودي راه انت اللي تم الاختيار ديالك وهادي قلت له بالنسبه للدراري الاخرين زعما بغيت ندير فيها زعما راه معايا الجروب وداك الشيء قال لي بالنسبه للدراري الاخرين يعني النصيب يعني يمشيو يشوفوا بلاصه اخرى وهادي وهادي الدراري صراحه هما يا تعاونوني تفهموني قال لي كمل الله يسهل عليك وهذه حنا نمشيو للفرقه اخرى نقلبوا ما كاينش مشكل المهم انت بقى لاصق فيهم وكذا وراه الناس مزيانين صافي هذيك بقيت معاهم مشيت دوزت معاهم نيت كونسونطراسيون في تونس في صفاقس ديك الساعه عندهم نيت كاين يعني ليبيا قريبه لتونس مشينا دوزنا تماك تيست دوزنا كونسونطراسيون تماك ديت كونفيرميت ليهم تما كاين في لي ماتش ميكال مع فراقي تماك الحمد لله يا فاش تم التوقيع ديالي معاهم الحمد لله ودوزنا واحد العام اللي كان في المستوى وخدينا اكسبيريونس الحمد لله تقريبا اول اكسبيريونس ديالي مع سينيور مع سينيور يعني اول اكسبيريونس كنت في ليبيا اول اكسبيريونس ديالي قليل هاد اللعيبه هادي اخويا صعيبه باش تانتيغراو وانت جاي من بلاد اخرى وما عندكش الثقافه ديال هذيك البلاد وما عندكش حتى اللغه ديال هذيك البلاد او اللهجه يمكن لكن العامل المشترك هو اللغه العربيه فهمتيني انت تقدر تفهم ممكن شي كلام ممكن شي هضره اللي لقيت تقريبا مده باش وليت نعرف شنو المعاني ديال بعض الكلمات ديالهم ولكن صراحه حتى الحمد لله حتى التربيه ديالي ولا كما قلت لك بحكم التربيه الانتوراج اللي عشت فيه وهذه سهلت المأمورية ديالي باش انني ضروري خصني ندخل راسي وسط المجموعه باش انني نلقى واحد الجو اللي يسهل عليا المأمورية ديالي في الفرقه وانا ذاك البطوله اللي بها كانت قويه كانت صعيبه صح قويه وكانوا اللاعبين اللي فيها كيلعبوا لاعبين قويين كانوا تيجيبوا لعابه وسيختو الفرق بحال الاتحاد الاهلي اهلي طرابلس بحال الاهلي بالغازي يعني كانوا فراقي في المستوى كانوا ديك الساعه النجمه كان السويحلي يعني فراقي كانوا صحاح صراحه وكانوا كانوا تيجيبوا لعابه من الاوروغواي وتيجنسوا بزاف راه حتى الحارس ديالهم ديال ليكيب ناسيونال راه جنسوه يعني كان تيحبس ليكيب ناسيونال ديال الاوروغواي وجنسوه ما تجنستيش لهم حتى اخويا ابراهيم لا ممكن تقترح عليا المساله ديال التجنيس وكشي ولكن ما هذيك العقل ديال الصغر بغى غير نرجع بلادي اخويا هذيك الساعه كطموح ديالك تلعب في ليكيب ناسيونال ديال المغرب علاش غادي وكانوا معايا المغاربه كان هذاك الدعقالي جدي انت هو كان جدي باش كان في تونس كان في تونس سميتو رزقي طارق رزقي حتى هو كان ديك الساعه مع الاهلي يعني راه بزاف اللعابه كيمشيو ليبيا بزاف جا ديك الساعه الشبوكي حتى هو جا سميتو البهجه احمد محمد عاود البهجه راه اللي كانوا كطراو ليه راه نقول لك واحد الحاجه راه مشكل اننا لعبنا ديك الساعه مع ولد القدافي السعدي كان تيلعب مع الاتحاد والعشرة والشرويطة لعبتو ضدو لعبنا ضدو ورا قبل ما نلعبو ضدو كما مشيتي له ابراهيم مشي هو راني جايك في الهضره انا بلاصتك برا ندير مالاتي لا المشكل ماشي جاو لي كارد كور جاو الكارد كور ديال السعدي جاو لاعبين جاو تيسولوا في الفيستير زعما لي زيترونجي اللي كاين عندكم قالوا لي هما ودي راه كاين عندنا واحد كان واحد تونسي تيلعب ديفونسور لاكس واتاكون من تونسي وقال لهم وقالوا لي
وقال لهم عندنا ميليو ديفون ميليو ميليو يعني تيقولوا ارتكاز يعني وسط ميدان ارتكاز في المغربي ويقول لك ايه هذاك هو اللي بغينا ارتكاز ارتكاز المعلم بحكم ان السعدي تلعب 10 قال لك ودي راه لاعب يعني يتكيس هذه عيطوا عليا مشيت هضرت معاهم قالوا لي زعما راه غيلعب في السعدي يعني الا كان يكون زعما شي احتكاك زعما قوي ولا صافي قلت له ماش مشكل انا صافي من 11 هنا نمشي عند المدرب هذه قلت له الا كان شي مشكل من الاحسن بلا ما نلعب نريح نريح بلا ما نلعب انا ما كنعرفش من طاكلي قال لك لا غير لعب غير لعب يعني غير ما يكونش احتكاك بزاف صافي هذيك لعب الماتش غادي تقريبا واحد الكره نيت ريكيبيريتها من عنده حيت لي كره الوقت اللي حيت لي كره في حياتك اخويا لا حيت لي كره الوقت في حياتك اخويا لا الوقت اللي حيت لي كره صافي يلا غادي بها هو دار رجليه الوقت اللي رجليه صافي لا فوت تنهضر مع الاربيط ويقول لي الاربيط قال لي ما فيها والو خدم صافي العرض القضيه حامضه وتعلم لي زعما صافي خلات وشوف ربحونا بزز بيلانتي بيلانسي ضربه هو بيانسي بيانسي ضربه هو يا شوف تقريبا شوف خلى اللعابه ديالو في الفيستير تقريبا شي 5 سوايع في الفيستير خلى اللعابه ديال الاتحاد في الفيستير شي 5 سوايع علاش علاش حيت قال لك علاش ان تنخسر عليكم الفلوس يعني لاعب جايبكم بزباله ديال الفلوس هذه ولا ورابحين بزز رابحين فرقه يعني كيف الترسانه تنقولوا فرقه صغيره وانا اللي ماكي يعني شي 5 سوايع كون ما عيطش لي الكارد كور ديالو قال لي لا واش ندير بهذوك راه خليهم حتى الغد ليه صافي وصلقهم نساهم يعني باش تعرف ان ديك الساعه يعني القوه ديال الفرقه اللي كانوا تما كانوا ديال الفرق حيت كان هو يعني مدعم الفرقي بزاف وكان حاكم هو شخصيا لا كان حاكم لا كان حاكم عنده دي زاكسيون في اليوفي لا الناس تيخسروا صراحه تيخسروا الفلوس على تي نورمال يعني هو باغي تيشوف الفرق البطوله ديال الطاليان تيجي نورمال غيبغي تا هو باغي تا هو البلاد ديالو تا هي تمشي فيها بطوله مزيانه وداك الشيء من حقه داز على خير داز على خير راه داز على خير خويا شنو راه غادي دوزتي راه ما بقيتش لعبت ضدو من بعد لا الحمد لله هذيك الساعه دوزت عام مزيان الحمد لله مع الترسانه تقريبا مشيت النجمه دوزت معهم تقريبا واحد 6 شهور ما كثرش واحد الاتفاق عاوتاني انني ما تفهمتش معاهم هي فاش جات مشيت للجرجيس تونس مشيت للجرجيس تونس هذاك الشيء تاون هذاك الشيء الترجي هذاك تما تقريبا الترجي ديال الجوميه عرفتي ذوك الترجي تقريبا دوزت معاهم واحد 6 شهور قالوا لي نقطعوا لك ليبي الي روتور قلت له سي جوف قطعوا لي الالي تر روتور نقدر ديك الساعه نعيط لكم وقطعوا لي بعدا الروتور بعدا تشوف العائله وداك هو خويا صافي راه تقلب باغي ترجع في حاجة.